الخبر اول اللي عدنا عن مصطفى ريدر وشنو قصته ويا نورمار في القصه يا حبايب انه ريدر نزل على بالانستغرام شويه ستوريات بهذه الستوريات كاتب باشر تعرفون ليش اكره واحد ما رده يجيب اسمه اللي هو نورمار وبس يعني طبعا هو اليوم راح ينزل مقطع وراح يكشف بيه القصه ما ادري صراحه اكتبوا لنا بالكومنتات شنو توقعاتكم وشنو رايكم ننتقل حاليا القمر الطايف وقصفها من جديد يا حبايب فقمر نزلت على قناتها بالتليجرام اللي هو اتوقع كلام تقصد بيه ولانا او ما تقصد بيه ريدر خاصه هي سوت له بلوك قبل كم يوم من اخسر رخيص في اليوم احس روحي صارت اغلى وكملت وقالت يعجبني الشخص اللي يراقبني حتى يوصل للعالم وعبالي اني ما ادري انه شخص وياها على مصلحه بس عمود يعرف الاخبار وختمت اخر شيء انه بعض الناس خسارتهم مكسب والله فكل احباب بالكومنتات شو رايكم انتم تقصد بالضبط وطبعا سرت قمر الطايف نزلت ستوري تقول انه هي مريضه اكلت فيها الرب ما والعافيه ننتقل حاليا أحمد حسن يا حبايب وسفره للامارات فنزل شويه ستوريات وكان من داخل الطياره على الامارات يا حبايب دبي فكتبوا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر ننتقل حاليا فلوز يا حبايب هل هو خان ناريني بيوتي فنزل شويه ستوريات ولكن اتوقع بعدين حذفها وهي هذه البنيه كان طالع مو ويا بعض وياكلون ما ادري صراحه واضح انه ما متقربين ويا بعض هذه البنيه اسمها ليلى يا حبايب اتوقع هي يا عراقيه ايرانيه ولكن ما ادري صراحه فممكن هذا السبب ما يخليهم حاليا يحكون بعض اكتبوا بالكومنتات توقعاتكم ايكم بهذا الموضوع وندخل حاليا يا حبايب النور الحمد لله البرنامج مالته امبارحه نزلت اول حلقه من عنده بعد المشاكل اللي صارت الكل يروح يدعمه يستاهل صراحه واكتبوا لي بالكومنتات عجبتكم الحلقه او لا ننتقل حاليا لبيسان تيكت يا حبايب مريانا غريب تنزلوا مقاطع صادمه وانتهجمت تعرضوا لها بالتيك توك وسالتوا تنزلهم لابس شويه قصيره وحاطينه اغاني برمضان هذا خلى اغلب الكومنتات يا حبايبي اكتب لهم انه رمضان وحرام عليكم مثل هذا الكلام انتم شايفيه فكروا حبابي بالكومنتات تشوفون استحقوا التهاجم تعرضوا له او لا ننتقل حاليا يا حبايب بث مباشر ل وتلك اللي كشفت به حقائق او شويه متابعه جديده تهجمون عليها من فانزات نور مار وقمر هذا اللي خلاها انه يتعصب وتتضايق وتقول لهم القصه صار لها سنه كامله وتبعتكم عليها ما ادري صراحه انا اقول احط لكم نقطه شوفوها واكتبوا لنا شو رايكم بالكومنتات يا ربي المرض لحد الان موجود المرض اللي عندي لحد الان موجود بالتعليقات كرمال الله يعني انتم المريضين بحياه امكم مرت سنه على الموضوع القصه رد عليها سنه لسه بتجوا بتكتبوا بالتعليقات قديشكم حقودين انتو استغفر الله العظيم المهم بضاف يا حباب صار يسالوها هل انت على علاقه حب ولكن وضحت انه مو على علاقه حب لكن ما بس صراحه شويه كانت ملتبكة والكلام الصادم صارت تقول انه اريد احكي ولكن بس وقت ما اريد احكي ما ادري صراحه رحت لكم لقطه لك شوفوها يا ريت تفكرين بالحب الحين ولا لا لا ليكو اه اسمه انا خايفه احكي وبنفس الوقت مو خايفه يعني حابه اني احكي بنفس الوقت خايفه اني وبالختام يا حبايبي صار يسالوها انه ليش مصورين وتلتقين ويا مشاهير صار تقول انه ما رد يصير اي مشاكل ويا مشاهير عمد ما اكره السوشيال ميديا هذا الشيء اللي عم بعمله عم بحاول اني بعد عن المشاهير عم بحاول اني بعد عن العالم اللي مفكرين حالهم فوق بالدنيا و... وما في حدا غيرهم بالسوشيال ميديا كلها مشان ابعد عن المشاكل انا ما بدي انا داخلي من المشاكل اذا جتني مشكله ثانيه اخيره والله العظيم تطلع روحي خلص بصير بكره كل شيء اسمه سوشيال ميديا عرفتوا يعني انا تعبت تعبت من المشاكل لانه انا كنت بعيده عن كل شيء ومع ذلك ما ضلت كلمه علي كيف ما اكون قريبه من المشاهير أكتر اكثر ما الله وبالخدم يا حبايب على القمر الطائي وش الصادم اللي سويته تنزلها ستوري جنبي تصميم الها والنور مار صراحه غريب هل هي ترى مشتاقه النور مار وتريد اللي ما صار بينهم ما ادري ان شاء الله يكون هذا الشيء طبعا صحيح اكتبوا بالكومنتات شو رايكم هذا هو التصميم اللي نزلته بس يا حبايب المقطع هذا المقطع فشرح في لايكات كانكم فايزين القصاص احبكم وبس مع السلامه